بدون رصيف، تجاوز لكل محطات السفر في بلادي، الاتجاه شمالاً حيث الحنية وسعة الصدر والقدرة على تقبل الآخر، والقبلة كحديد عطبرة، مدينة يتميز أهلها بالحنية والطيبة، ولها القدرة على أيضا مشكلة ومزيج من أعراق مختلفة، شوايق وضناغ وجعليين وغيرهم من القبائل السودانية. أستعين في هذا الاستوديو وفي هذه الجلسة بكل هذه الحنية وكل هذه الطيبة والسكة حديد والقدرة على استيعاب الآخر بأشخاص موجودين معي داخل الاستوديو، نتسامر وأيضا نتحدث حول هذه المدينة الجميلة اللي شكلت في وجدانهم العديد من الجوانب المختلفة. سعيدة جدا أن يكون معي داخل هذه الجلسة وهذا الاستوديو، استوديو قناة الشروق، الأستاذ والكاتب المسرحي والمخرج المسرحي وأيضا شاعر الأستاذ قاسم أبو زيد. مرحبا بك أستاذ قاسم. مرحبتين ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى أنه نقدم حاجة ذات معنى. كل سنة وأنت طيب والعيد ينعاد عليك إن شاء الله بخير وصحة وعافية. إن شاء الله على كل الشعب السوداني الجميل بطل إن شاء الله. أيضا سعيدة جدا أن يكون معي داخل هذا الأستوديو الملحن الأستاذ عاكف حسن عدلان. مرحبا بك أستاذ عاكف. يا مرحبا بكم، وأنا سعيد جدا أن أطيل للمشاهد الكريم عبر القناة الرائعة قناة الشروق، وكل عام أنتم بخير والجميع بصحة وعافية إن شاء الله. ايضا نرحب في هذه الجلسه بالاستاذ الشاعر تاج السر عبد القادر. مرحبا بك وكل سنه وانت طيب والعيد ينعاد عليك ان شاء الله. مرحبا بكم، والشكر الجزيل لقناه الشروق، وقناه الشروق عودتنا انها قناه مبدعه وقناه خلاقه، ونتمنى انه يعني نقدم شيء يسعد ويكون وافي ويليق بمدينه عطبة. إذا نرتوي من هذه الجلسة المليئة بالطيبة بأغنيات وندوزنها ونموسقها بأغنيات جميلة عندها مكانتها عند أهل عطبرة وأيضا عند الشعب السوداني. نرحب كثيرا بالأستاذ الفنان خوجلي هاشم. مرحبا بك أستاذ خوجلي، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبين والمشاهد الكريم طيب، وأتمنى أن نقدم معكم حاجة خفيفة ونرضي المشاهد بإذن الله تعالى. أستاذ تاج السر، عطبرة مدينة مصنوعة وعمرها ممكن نقول عليه تجاوز 100 سنة، وزي ما قلت هي مزيج من قبائل مختلفة، ضناغلة وشوايق وجعليين، يعني أنا بذكر على سبيل المثال بالتأكيد ليس الحصر، ويعني كان عندها سبق في أن تضم قبائل مختلفة وتجمعهم بحنية وبطيبة، ومعروفين أهل عطبرة بالميزة الجميلة دي، وإنتوا فنانين مركتوا من المدينة الجميلة دي وارتويتوا من النبع الجميل ده، شنو شكلته فيك عطبرة؟ والله ما في شك انه مدينة عطبرة مدينة موعودة مع التاريخ يعني، ومدينة بتكون يعني حاضرة في كافة الفعل السوداني، يعني في المناحي الثقافية الرياضية السياسية الاجتماعية، يعني فيها نسيج من القيادات ونجوم في كافة ضروب الحياة يعني. وأنا بقوم أزعم إنه مثلث الإبداع في السودان بيتكون من أم درمان، مدني، عطبرة، هي إحدى مثلثات الإبداع الثلاثة، ويعني ده ما ينحاز ليها، لكن عطبرة زي ما قلت لك مدينة دائما على موعد مع الأحداث يعني. هي شكلتك فنيا؟ هي شكلتني فنيا، وشكلت الرياضيين، وشكلت السياسيين والفنانين، وفي كل مجال بنلقى فيها نجوم مجتمع يعني. أول حاجة كتبتها في عطبرة شو؟ تذكر أول بيت شعر كتبته؟ أول بيت شعر كتبته ما هي في التحديد بأنه في عطبرة، لكن كنت يعني عطبرة بالشكل لي هوى يعني. نسمعه؟ حاجة كده بتقول بستناكي ليه باكر وليه بعده، لأنه عيونك الحلوات لعيني يوم وعده، لأنه قلبي فرحان بيك وفي عينيك بشوف سعده. ده أول بيت شعر أنا كتبته يعني، لكن عبر ظلت تشكل جواي يعني كل اللمسات الإبداعية يعني،
وهي زي ما بقولوا سكة حديد، هي كانت منبع للحضارة ورسول لكل المدن. عطبرة حنتكلم فيها، مدينة يعني ألهمت الكثيرين من الفنانين اللي خرجوا من مدينة عطبرة، وممكن نذكر أيضا على رأسهم الأستاذ حسن خليفة العطبراوي. أستاذ قاسم، عطبرة مدينة عندها القدرة على أو هي فيها توليفة مجتمعية مختلفة. والله طبعا أنا هتكلم عن عطبرة، أنا الآن زي حليت ضيف على أبناء عطبرة، لأنه أنا أساسا من الدامر يعني. ولكن نحن في انا بالنسبه لي بتعامل مع السودان كل واحد بالنسبه لي مع خصوصيه المدن يعني، او لكل مدينه علاقه ولكل مدينه تاريخها ولكل مدينه صناعتها في جعل انسانها. ولكن نحن دائما بنتكلم عن حاجه اساسيه اللي هو النيل. النيل حمال للسير، حمال للتواريخ، ويمكن هو عطبرة ملتقى النيلين، نهر عطبرة ونهر النيل. نتكلم عن النهر النيل اللي هو ربط ما بين كل السودان ده باعتبار كان من نيمولي لحد حلفة. حلفة وحيظل وحيربط بين نيمولي وحلفة حتى بعد هذا الفصل الذي تم ما بين أبناء البلد الواحد. ولكن نقول إنه هي مدينة عطبرة ومدينة الدامر هم مقابلات لبعض. بنزل إذا كان نهر عطبرة بيفصل بين المدينتين اللي هو شمال العطبرة نهر عطبرة والجنوب نهر عطبرة اللي هي الدامر. أنا بالنسبة لي في علايق وأمشاج كبيرة جدا ما بين المدينتين من ناحية بتاعة التكوين الإثني السكاني، ومن ناحية بتاعة العلاقات الأسرية والعلاقات الرحمية. ويمكن المدينتين الاختلاف بسيط جدا في المكونات الثقافية والجغرافية والبسيط في العادات والتقاليد. ويمكن مدينة مدينة صنعت زي ما قلت انت قبل شوية عطبرة، ومدينة اصلا هي تاريخية قديمة. لو ما هي كانت بكل هذا يعني المساحات اللي مذابة بين عطبرة والدامر ما كنت يعني تلاقيت باستاذ خوي. لا انا ما اتكلم عن المسألة دي في شكلها ده يعني. انا بالنسبة لي الوطن واحد بالنسبة أكيد. لي انا مدني وعطبرة والخطوم كله، والمبدعين في السودان كله بالنسبه لي هو مبدعين يمثلوا وجدان سوداني واحد. يمثلوا قضايا سودانيه مرتبطه بالانسان السوداني في تاريخه الطويل وفي نضالاته الطويله جدا. لكن بعد ذاك نحن نتكلم عن انه المنتج بتاع المدن دي او بتاع الابناء المناطق، هل هو منتج كان يستحق انه الناس يقيفوا عليه في تاريخ سواء كان تاريخ عطبرة أو تاريخ. لما نجي نتكلم عن الفصل ده بيبقى فصل لدراسة المدن في خصوصيتها. وافتكر إنه الحلقة هسي ما عندنا علاقة بغدر هي معنا بأنه في منتج بيخص أخونا الشاعر تاج السير والأستاذ الفنان خوجلي هاشم. خوجلي وإنتاج 200 أول مرة تعاملت مع خوجلي هاشم؟ والله يعني بدري يعني. خوجلي أنا بعرفه لما كان في المتوسطة، وقت ذاك أنا كنت أستاذ في المرحلة الثانوية وهو كان صغير يعني، وتربطني به صلة القرابة والرحم يعني. والحياة الحقيقية كانت من خلال أخونا عاكف، لأنه أنا صديق حميم جدا لزلفغار حسن عدلان، وهو الأخ الأكبر لعاكف. وزلفغار معروف بالنسبة للناس، وكاتب مسرحي ومخرج وممثل وكاتب دراما للإذاعة والتلفزيون معروف. يمكن نحن لما كنا بنتلاقى انا وزلفغار، صح زلفغار بيكبرنا سنا، ولكن الفن والابداع ما في فروقات بقدر ما هي هموم ومصداقيه اكثر في طرح القضايا. نعم. تعرفت على برضه كان في المتوسطه وقتها عاكف، وكان من الوقت ذاك بيعزف على العود بشكل جيد جدا. حتى لما زلفغار قال لي يا اخي انا عندي اخوي عنده محاولات في التلحين اديه شعر يغني، وانا ضحكت يعني انه لانه كان صغير جدا. لكن فوجئت بعد فتره لما هو قام سجل على شريط كاسيت ريكوردر بعض الاغنيات، وجاء في بعض حضورنا في بيتهم جاء قام سمعني واحده من الاغنيات. حسيت بانه هذا الشاب الصغير هذا الصبي وراه ابداع كبير جدا، وقد كان وقد حدث يعني. استاذ عاكف اتعاونت مع استاذ خوجلي هاشم ولحنت له يمكن 3/4 اغنياته. نعم انا يمكن يعني خوجلي هاشم كانت عنده تجربه قبلي استمعت له من خلال الاستاذ الجميل
من صديق الشاعر وملحن برضه. كان عنده عمل بالرغم من أنه كان في بداياته، لكن بدأ في سعى لأنه يعمل غنية، كانت غنية جميلة، هي غنية السؤال في الريد حقيقة، وعجبت بالصوت والإمكانيات بتاعته. بعد ذاك أنا كان زي عندي زي 3 4 أعمال كده، دي كانت يعني ضربت البداية مع أخوي لي، هي في الثمانينات يعني منتصف الثمانينات. منتصف الثمانينات وجود صوتك أستاذ خوجة 87 87 نعم. أول زول تعاونت معه كملحن أستاذ عاكف؟ هو أستاذ عاكف بس أقول لك أمين صديق، كان صديق أول من تعاملت معه بأغنية سؤال في الريت. والأميرة؟ والأميرة هي 86 لأخونا الأستاذ سعيد السير عبد القادر. هي حقيقة يعني بس أنا كنت محظوظ جدا إنه ألقى مبدعين في الزمن ذاك ومن شعر وملحنين، وحقيقة أنا كنت اهتميت بإنه أنا لأنه ما كنت بقدر يعني الوقت ذاك عطبرة بالتحديد أو السودان عامة، الفن كان فيه أو الغناء الغناء كان فيه بصورة جميلة وما زي اليوم، يعني الغناء كان فيه صعب، وحاولت إنه أنا أبدأ في إنتاجي الخاص، يعني بدايتي تكون بالإنتاج الخاص، يعني ما أميل للتقليد كثير. وقد كان يعني بديت يعني غنيت لفنانين أغنيات بسيطة، لكن يعني شرحت بعدك في إنتاجك الخاص بالضبط. أيوة الأميرة أستاذ ياسر قصتها. والله الأميرة يمكن تكون نتاج يعني حميمية خاصة كده، لكن شنو يعني هي كانت تجريب، يعني مرحلة بتاع التجريب لي أنا ولأخويا لي من ناحية النص، ويعني بسيط، كان نص بسيط وفيه يعني براءة شعرية كده، لكن ما في شك إنه أنا قصايدي كلها بكتبها بصدق فني عالي، يعني ما من فراغ، قصايد ذاتية يعني يمكن تكون نتاج شيء حميم أو هي انعكاس لشعور أنا بحسه ما من فراغ كان، وكان فيه ما حتحكي لنا يعني قصة يعني ما بالتحديد، لكن أنا بقول شنو، بقول إنه خوجة لينا لما لميت فيه وقلت له يا أخي أنا عندي نص ملحن وأسمعك له، قام فعلا سمعه، وكانت ديك أول بداية له إنه نص سجله في إذاعة عبرة، كان نص. ما بعده توالت الأعمال الخاصة من شعراء كثيرين جدا زي ما قال الأستاذ عاكف، كان في أمين صديق، في أبو عبيدة، مصطفى، ما بعده كانت شكلت زي جلسات استماع كده ضمت شعراء كثيرين جدا بما فيهم عادل سعد، معاوية، عثمان الطيب، أبو عبيدة، مصطفى، زكريا صالح، تاج السر، قاسم، يعني الأستاذ قاسم، كنا بن 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 نلاقي النصوص من خلال عاكف، وكان ليالي طويلة جدا في اتحاد الأودة والفنانين في عطبرة. خوجة اللي ده يعني كان بيقعد لحد الساعة 1 و2، عاكف ده في بورد طبعا بتاع لا 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 البروفات مقسم في الأسبوع على الفنانين، أخويا اللي ده كان كل يوم عنده بروفة، لكن ما بعد ينتهوا الناس. أنا بشهد إنه أخويا اللي فعلا كان زول مسابق جدا، وزول كان عنده غناعة شديدة إنه يقدم عمل خاص يخصه. تقول لنا بيتين من الأميرة؟ غازلة بسمات في جبينة، ويا حلاتة يضوي لونة، رقة فياضة وحنونة، والدنيا تضحك في عيونه. أرجع للحتة بتاعت خوجلي، بقول إنه شنو يعني خوجلي كان مصر إنه يكون عنده عمل خاص، لكن معاه كده كان لماح جدا، حتى الأغنيات اللي اختارها لغيره كانت ما بطريقة سهلة. في الوقت ذاك اختار حنيني ليك لمحمد ميرغني، يختار في الحقيبة مرضان باكي فاقد، هو عنده مقدرة انه يوظف صوته، اي خط لمسه صوته على حسب الاغنيه اللي هي بتتناسب. أيوة. مع يعني الحبال الصوتيه الخاصه بخوجل. خوجل احنا حنقيف وحنسمع الاميره ونستمتع بها ونبدا بها الجلسه دي، ونرجع تاني نتواصل فيه بدون رصيف.
غير قولة كلمة بقولة وأكرر قولة كلمة بقولة وأكرر قولة أنت تجيل النيل والخضرة أنت تجيل النيل والخضرة يا أمان الناس الصابرة حفظ الود والشوق لبكرة يا أمان الناس الصابرة حفظ الود والشوق لبكرة نظرة تودي الزول لعوالم تفتح في المستقبل فال نظرة تودي الزول لعوالم تفتح في المستقبل فال ونو عيون تبكي النرجس ونو عيون تبكي النرجس ونو عيون تبكي النرجس أطفال موال تكتب لل أطفال موال كلام الناس النور كل كلام الناس النور أجرك يشرد مسعاي شوق اللغية يغني مودة أجرك يشرد مسعاي شوق اللغية يغني مودة شوق اللغية يغني مودة المشوار 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 فتر أحلام ما تحيط النظرة الأولى المشوار فتر أحلام ما تحيط النظرة الأولى والإحساس المنك شلته الإحساس المنك شلته الإحساس المنك شلته المستقبل كلمة بقولها المستقبل المستقبل كلمة بقولها المستقبل المستقبل كلمة بقولها المستقبل المستقبل كلمة بقول المستقبل المستقبل كلمة بقولها المستقبل المستقبل كلمة بقولها المستقبل كلمة بقولة. في
نتواصل معاكم في بدون رصيف وخودلي. انت ما خرجت الى العاصمه، يعني ظليت بتبدع وابداعك موجود خلال يعني او في حدود مدينه عبره. والله يا اخي هو يعني حقيقه انا فعلا يعني قعدت في عبره كتير ولا زلت وموجود في عبره. عطبرة طبعا انا تكونت شخصيتي يعني حقيقه، وانا ما اقدر اقول لك اتعودت عليها او جمهور عطبرة، لكن باختصار شديد يعني عطبرة يعني مليانه في كل شيء. حتى حفلاتها عندها طعمها، وده ما بيمنع انه انا اجي الخرطوم. بتفتكر انه ظلم نفسه استاذ قاسم؟ لا هي حقه. والله نقف في نقطه مهمه جدا. انا افتكر السياسة والإدارات الثقافية والإعلامية، يعني نحن أساسا عندنا قصور في حياتنا كلها. من الحياة الأساسية جدا اللي هو هسه طبعا وضحت جلية على مستوى المدن السودانية. الآن بقت ما في مدن سودانية، المدن كلها تهالكت وبقت ضعيفة جدا. لا أصلا في ما في رأس السياسي ولا المخطط إنه المدن دي تنهض بشكل واحد مع بعضها. إذا كان في 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 الإعلام في المخطط في استراتيجية وفي تخطيط متين جدا وقوي، لكان كل المدن السودانية نهضت معماريا، نهضت صناعيا، تنمويا على مستوى التنمية البشرية، والمبدع في كل حتة يصل للمركز. نحن مشكلتنا هيمنة المركز، هي مقصودة ما مقصودة، المهم تسببت في أذى جسيم جدا على مستوى الحياة السودانية كلها. إذا كانت في استراتيجية حقيقية لنهضت مدن ثانيه غير المعلومه لدينا. هو كان ممكن برضه يعني الناس برضه لو هو حابي، لكن هو اساسا ما حبيها. لا يعني انا طبعا ضد الهجره، انا بتكلم عن ضد هجره الناس لمدينه الخرطوم. ليه الانسان ما يبقى قبله؟ يكون في تعليم، يكون في صحه، يكون في مشاريع بتاع التنميه، يكون في فن، يكون في ثقافه، تكون في مسارح. انت من وين؟ من الدامر. تكون في مسارح. انا قعدت في الدامر، افترض تكون موجوده للان في الدامر، ليه جيت العاصمه وكاتب مسرحي ودرامي وموجوده للان في الخرطوم وكاتب في المسرح القومي، ليه ما تقعد في الدامر يلا السبب اللي انا جابني الخرطوم وام درمان هو السبب القومي ذاته، لانه انا استاذ نقلت في كشف عادي، زي ما كان الاستاذ بينقل من ضنقله لنيمولي ومن نيمولي لابو الكبير. في ايدك ترفض؟ لا ما في ايدي، زمان ما كان كده، ما في واسطه. الكشف ده لما يطلع زمان وزير التربيه ما بدخل يده. الزمان ده انتهى متين؟ ما انتهى، هو ده الكلام ده اتكلم عنه انا قريب، يعني ان احنا هسه نقلنا هسه وبعد ذاك شكل الحياه ذاته بقى مختلف جدا. يعني زمان صح ما كان في زول ممكن ينقلك، لكن الان في زول ممكن ينقلك، والان ممكن تكون ثابت في حته محدده، والان ما في عداله، ما في عداله في توزيع الاشياء، والان انت عندك القدره انك تقدر تغير في المكان اللي انت عايز تغير فيه مطلق الحريه. استاذ عاكف ما 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 ما, ما, ما انا يا ريت كيف يا ريت لو كان انت عندك اللي بيقدر تقدر تعبر بهم من خلال المسرح، بتخاطب بهم جمهور زي ما قال اخونا حميد، يا بحر الحاصل لك ناشف لا قلم الفيضة عصا موسى. يا ريت يكون انا عندي عصا موسى غير الواقع. في ايدك تخط الكلمه وتدي فكرتك، وبعد ذاك يعني تخلي يعني كل انسان يفهم الحاجه اللي هو عايز يفهمها. استاذ عاكف انت تعاونت مع استاذ خوجلي ولحنت له ثلاث ارباع اغاني، ليه مثلا انت تعاونت مع خوجلي بالذات ولحنت له اكبر كميه من اغانيه؟ هل لانه حسيت بانه الحانك خوجلي هو اللي بيقدر يقدمها بالطريقه الجيده والممتازه زي ما انت حابب توصلها؟ والله هو طبعا انا اساسا لما بديت الحن يعني بديت ابحث عن 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 جديد، بديت ابحث عن حاجه جديده، اخرج صوت جديد عن المألوف، لا من حيث التأليف الموسيقي ومن حيث انتقال قصيده. يعني انا لما جيت يعني زي ما ذكر استاذ قاسم، يعني جيت لشقيقي ذو الفغار وقلت له على استحياء انه يعني نحن نشيل من استاذ قاسم قصيده، لانه الفتره دي كان قاسم شاعر ادى المرحوم مصطفى زيد احمد الفنان الرائع اغاني جميله جدا، فكون انه مصطفى وانا نخش في حته مقارنه كانت فيها بالنسبه لي انا شنو يعني زي نطه كده، فانا كان مهموم بانه انا اقدم شيء جديد. سؤال في الريد، انا كنت اتمنى انها هي تكون كانت في الحلقه دي عمل جديد من حيث اللحن، يعني يمكن
أمين صديق ما لحن غير سؤال في الريت على ما أعتقد يعني، وكان مع مجموعة ثورة بعض الأعمال، لكن كان عنده لحن كان مميز. خوجري هاشم أداء ما عادي يعني، أنا حقيقة سمعت خوجري إنه في شاب بغني في مدينة عطبرة بشكل جميل بكذا، وأنا سمعت السؤال في الريت من خلال إذاعة عطبرة يعني، سمعت لحن عجيب، أداء صوت ما عادي، قدرة على التطريب، مساحات صوتية يعني كبيرة. بعد ده أنا قبل لا أسمع إنه أعرف إنه ده خوجري، عرفت إنه جاني شكك إنه ده هو الشاب المعني. بعد ما انتهت الأغنية قالوا استمعنا فيما مضى للفنان الواعد خوجري هاشم، وبعد ده طوالي سعيت لخوجري، كانت عندي زي أغنيتين كده ثلاثة أغنيتين حقاتي، بالإضافة لعمل كان آخر الكلام على ما أعتقد الأستاذ قاسم، مشيت أنا أديت يمكن خوجري. بعد ذاك بقت في ثنائية خوجري ذاته شجعني. يمكن نحن أنا أقوم أجيب في الحتة دي. نحن الآن دار أكد الكلام اللي أنت قبل قطعتيه إنه نحن ما عندنا استراتيجية إعلامية واضحة على أساس إنه تحصل تنمية للبشر السوداني ده كله. إذا نحن قمنا يعني آمنا بإنه هذا الفن هو غذاء روحي وهو ينمي البشر ويساهم في بناء أشياء كثيرة جدا على مستوى التنمية أو على مستوى تربية الفرد، ويساعد على التهدئة. لا الفن أيوة يساعد على التهدئة. لا في نقطة جدا لازم أقولها. الآن نحن بالمناسبة الغنى الهسي حيتقدم في الحلقة ده، الغنى ده عمل قبل 25 عام. كلمة كانت يعني 200. لا حقيقي يعني كلمة كانت 200 قبل 20 سنة. قبل 20 سنة يعني نحن هسي المسألة دي المفروض كانت تتم قبل 20 سنة من الآن، إذا كانت نحن قاعدين ننظر للفنون نظرة جادة جدا. الفنون دائما هي في هامش، في هامش السياسيين وفي هامش الناس كلها، بالرغم انها هي اساسيه جدا. واذا اعتمدنا نحن في 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 منهجنا التعليمي وفي منهجنا السياسي على الثقافه السودانيه لساهمت كثير جدا هذه الثقافه وهذا الفن في ترغيه الذوق وفي ترغيه البشر السوداني، وخلتهم يكونوا مرتبطين ارتباط بسيط جدا بالارض. احنا نجيب هنا زي ما قلت الفن بيساهم مساهمات كبيره جدا، برضه هو بيساعد على تهدئه النفس وإنه يرجع لتوازنه مرة تانية، نخليك تتوازن وترجع ترجع تهدى. نسمع كلمة من خوجري ونرجع تاني نتواصل. كلمة بقولها وأكرر قولها، كلمة بقولها وأكرر قولها، كلمة بقولها وأكرر قولها. أنت تجيل النيل والخضرة، أنت تجيل النيل والخضرة، في أمان الناس الصابرة، حظ الود والشوق لبكرة، أمان الناس الصابرة، حظ الود والشوق لبكرة. نظرة تودي الزود يا عوالم تفتح في المستقبل فال، نظرة تودي الزود يا عوالم تفتح في المستقبل فال، ونوع عيون تبكي النرى
نرجس وعيون تبكي النرجس اكتب للأطفال موال اكتب للأطفال موال تودي الزال لعوالم تفتح في المستقبل فال نظرة تودي الزال لعوالم تفتح في المستقبل فال وعيون تبكي النرجس وعيون تبكي النرجس وعيون تبكي النرجس أطفال موال اكتب للأطفال كلام الناس غنوه إلا كلام عنك صدى كل كلام الناس غنوه إلا كلام عنك صدى جيرك يشرد مسعاي شوق اللغية يغني مودة جيرك يشرد مسعاي شوق اللغية يا غني مودة شوق اللغية يا غني مودة المستقبل كلمة بقولها المستقبل كلمة بقولها المستقبل كلمة بقولها المستقبل المستقبل كلمة بقولها المستقبل كلمة بقولها أستاذ قاسم ما سمحتنا من أبياتك الشعرية والله تسمعنا شنو أنا أقوم أقرأ الدفقي الدفقي ما تكوني رقراق
ابقي يا ضم يا شمس، تدفقي ما تكوني رقراق، ابقي يا ضل يا شموس، غطي المساحات بالوضوح، استنهضي شوق الجلوس، وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب، ما تفقي العطش الرحيل، النير ركيزة ودمعة الأحباب سحاب، وما تخافي من دم الغروب لو رتش اللوحة الضباب، ما بيرنا الفينا حي ما دام عريق العشق حي، ملحوقة يا مدن السراب نديانا بفرح التساب، اتدفقي في عمار اتربعي وفج الوجع، دمع الألم ما يهددك ما خاب غناك فارسك رجع، اتوهجي انت الشمس اتلهجي نورك سطع، نور بوادينا الفساح، ركزت مزامير الصباح، مبكية غرية وغنبلة، مزقية دمعة وسنبلة، الليلة في ايدنا السلاح، ريشة وكدنكة ومطرغة، نبنيكي أحسن يا ظروف، مخضرة دانية الغطوف، نطوي المسافات نصبقة، اتدفقي بلدك فداك توهطي، وري البنايات العزيق، محمية بعرق التراب لو نغمتك مزقية بالريد العتيق، أنغام رباباتك تشيل معزوفة الليل والرفيق، ما تصغري ما تصغري تكبر أماني السنبلة، هيا اكبري تظهر معاني الغنبلة، ما ترجع الصد للمدائن والقرى، شيل الشحوب شيل الشحوب الإصفرار، أدي البيوتات منظرة، اتدفقي في كل شارع وكل زول، في روابين المحنة في ضمائرنا السهول، اتدفقي في كل حتة وكل بيت، أبقي شان تحيا الفصول، أبقي شان تحيا الفصول. ونبقى عشان تحيا الفصول، ونبقى وحنتواصل معاكم كمان عشان أستاذ ساجي السبرد يسمعنا. دسي جراحي في عمقك تاني، دسي جراحي في عمقك تاني، في عمقك تاني أكيد تلقيني، وعشان يا حلوة شموسك تشرق، يرجع تاني البيني وبيني، ليلك عتم طول شوفتك، غبتي صباحك فات افراحي، صح الشجن الساكن فيني وطول الليل وحياتك صاحي، عشانك دمعة جفت واكتر وخوفي عليك ما تلاقي صباحي، صورة الحزن الحزن البحرق ملامح اللون النابت فيكي، استنيتك وجيتك راحلة حدت صبري نادى عليكي، وكلمة زمان بتقول عيونك يل خلتني دوام راجيكي، مسافة السكة السكة الطايلة واصلة السايقة وباكر جاية معايا بدوني غيري بعرفك، ما بتحتاجي عليكي وصايا، ولو طليتي لقيتي بزورنا زهور العز علينا كفاية، ودسي جراحي في عمقك تاني، في عمقك تاني أكيد تلقيني. أستاذ ساجد شنو اللي بيلهمك عشان تكتب الشعر؟ يعني واحد حبيته ألهمتك إنك كتبت شعر؟ والله ما والله هي دي جزئية يعني، لكن شنو أصلاً زول ممكن يكتب شعر لقيم معنوية مختلفة كثيرة جداً، وبعدين أنا بقوم أقول يمكن الأنثى هي مركز كل القيم المعنوية اللي هي تعني الوطن، تعني الأنثى، تعني الحرية. لأنه السؤال ده جهجه كده، ليش ما شايفك الجهجهت كده في السؤال ده؟ هو أنا أقول لك أي عشق سهل ما بينتج إبداع، يعني أنا بقوم أقول شنو الإبداع هو أصلاً يعني نظرة لشيء عادي بمنظار ما عادي، لكن في النهاية يعني القيمة المعنوية اللي بتقوم تشكل جوانا الغنائية هي بيكون فيها أجنحة ثلاثية، جناح للوطن، جناح للعشق، جناح للحرية، لأنه يعني لا معنى لأنه زول يعشق ويكون هو مثلا ما حاصي بغربة في وطنه. طيب لو يا أستاذ قاسم لو يعني خدتنا محسوس الوصف في الحقيبة وبعد ذاك يعني جينا للرمزية من بداية خلي الفرح إلى الآن في كثير من الحاجات الموجودة في الأغاني السودانية، شنو أيضا اللي كان ملهم بالنسبة لك؟
والله هو طبعا يعني الحب والعشق انا افتكر انه الود اساسي جدا للحياه يعني. لولا المحبه ما عنده محبه ما عنده الحبه. لولا المحبه ما في حاجات كثيره جدا كانت ما قامت يعني. عشان كده انا بفتكر انه هذا الحب هو الحب بيجيب العذاب بيجيب الضياع بيجيب التوهان بيجيب اشياء مفردات كثيره بتكون سبب لكتابه الشعر. لكن بس بعد ذاك التعبير عنه بيختلف زي ما التعبير بيختلف من انسان لاخر يعني عشان يوصل عشقه للاخر سواء كان على مستوى الذكر والانثى او على مستوى الصديق او الام او الكده. ممكن برضه يكون امنيات. ايوه كثير ممكن تكون امنيات. يا ممكن تعبر عن امان الناس. ايوه الناس الصابره. أمان الناس يعني عجيب يا أمان الناس بدون رصيف. عشقتك العيون فرح التواصل العيون فرح التواصل خطوة تاني تكوني أحلى خطوة تاني تكوني أحلى نحلى في عسل التغازل نحلى في عسل التغازل خطوة تاني تكوني أحلى خطوة تاني تكوني أحلى نحلى في عسل التغازل نحلى في عسل التغازل وامشي لآخر مدى أبدي من طرف الخواطر وامشي لآخر مدى تلقي في عمق المشاعر صوتي بحبك شدا تلقي في عمق المشاعر صوتي بحبك شدا ترحل الحسرة وتسافر بين زمن الحب دا مرحلة الحسرة وتسافر بين زمن الحب دا زين الشفغ الأماسي وظل الريد الندى زين الشفغ الأماسي وظل الريد الندى لا
وامشي لآخر مدى، أبدي من طرف الخواطر وامشي لآخر مدى. تلقي في عمق المشاعر صوتي بحبك شدا، تلقي في عمق المشاعر صوتي بحبك شدا. ترحل الحسرة وتسافر بينا زمن الحب بدا، ترحل الحسرة وتسافر بينا زمن الحب بدا. زين الشفق الأماسي وظل للريح الندى، زين الشفق الأماسي وظل للريح الندى. افراح معاي بشتهيك اكبر ويالي، وانت في افراح معاي. البعاد ما هدى شوقي، الرحيل كل الخطى، البعاد ما هدى شوقي، الرحيل كل الخطى. ويفوت ثمن القساوة تكتب الأفراح هناي، تكتب الأفراح هناي. يفوت يفوت زمن القساوة، تكتب الأفراح هناي هناي. يفوت 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 زمن القساوة، تكتب الأفراح هناي هناي. تكتب الأفراح هناي. بدون رصيف بنتواصل معاكم واستاذ خجلي، التلات يعني لو رجعنا لتعاملك مع استاذ عاكف عدلان ولحن لك اكثر من 3 ارباع اغانيك، يعني حسيت بانه هو يعني خلق لك مدرسه ولا كان موجود معك في 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 منطقه واحده وخلاك موجود في 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 قالب لحني واحد، يعني ما قدرت تتطور منه؟ والله انا بعتبرها ان هي دي مدرسه، يعني مدرسه يعني لحنيه متفرده انا بعتبرها. يعني انا ما المفروض اقول الكلام ده لانه انا الكلام بغنيه، لكن في النهايه هو ده الحان استاذنا عاكف. فانا بعتبرها ان هي دي مدرسه لحنيه متفرده، وهي يعني لحنه كان سبب في تميز خوجة لهاشم. نعم بالتاكيد، يعني بالتاكيد انا استفدت من عاكف كثير ولا زلت، يعني احنا بنتعامل مع بعض من 85
بالضبط يعني من 85 انا غنيت من كلمات والحان عاكف اغنيتين او ثلاث اغنيات, والتجربه يعني لا زالت يمكن حقيقه ان احنا اخر اعمال يمكن امان الناس او كلمه قاسم قال 20 سنه, لكن هي ما 20 سنه لانه انا سجلتها في اذاعه عطبره سنه 87 يعني اكثر من 20 سنه. ويمكن نحن دي الغنى كله كان في الفتره دي لحد بدايه التسعينات يعني احنا هسه يمكن اخر جديد يعني احنا قدمناه تقريبا في التسعينات يعني بتحس به ما غيرك فتح لك مجالات اخرى؟ ده فتح لي مجالات كبيره جدا يعني, وانا ذاته جربت التلحين ويعني حاولت قدمت عمل لحنت لاخونا الاستاذ قاسم اغنيه بس نحن ما سجلناها لظروف يمكن حسيت بها انها يعني ما قدر الالحان حقيقه اللي تقدمت هنا لانه انا تجربتي اللحنيه اصلا العاكف يمكن ما اداني يعني خلاني انا اتفرغ للابداع ما لقيت الحويه انه انا امشي افتش لي ملحن ثاني في الفتره اللي انا تعاملت معه او انا الحن براي, لقيت حاجاتي معه يعني لقيت حاجاتي معه وللان مدرسه يتميز بها. استاذ قاسم انت فتحت الدفتر عايز تقرا لنا شنو؟ انا يعني دار ارجع ل كنت ارجع للراكوبه دي ذات الاغنيه اللي اتكلم عنها اخو جيلي واللي هي من الحاجات اللي لحنه, وانا كنت اتمنى انه يغنيها في الحلقه دي عشان على الاقل يعني نقدر ندي المشاهد وندي المهتمين بمجال الموسيقى والدارسين يقدروا يقيموا تجربه اخو جيلي كملحن برضه ما في التجربه السودانيه يعني غزيره جدا بتجارب الملحنين المغنين المطربين نفسهم ملحنين, ما اعرف كان ممكن تكون تجربه برضه جديره بالسمع والمشاهده. اللي هي القصيده اسمها الراكوبه, بتقول ولدوها غنينا طبل الفرح دقينا نفس الغبش عرضت سوينا راكوبه مدت رقدت ما كنت مرتاح من طينة سووك غيمة مشاوير وزغردنا يوم ولدوك هتفت نقاقير ما نحن كلنا ليك حلوة وسمح لونك وفي الأصل منك وليك عشنا العذاب دونك سوونا صفة وطار وغنوا لك الشطار اتمددت رقدت ما كنت مرتاحة ما كنت مرتاحة تسلم مداين القش وما لمتك راحة ساسات قصور هش سرقوها في ليلة بعد الغبش دقسوا قبال تشيل حيلة والليل يخد نفسه ودوها في حتة لا فيها راكوبة لا فيها عض الجوع لا أم منكوبة النوم جفاها شرد ما تمددت رقدت النوم جفاها شرد ما تمددت رقدت. هنا برضو ممكن يعني نذكر الفنان الراحل مصطفى سيد احمد اللي هو برضو غير في كلمه من كلمات الاغنيه دي من عض الجوع. اي نعم صح لا فيها حس الجوع طعم الجوع, وقام قال مصطفى سيد احمد الله يرحمه الوقت ده كان عندك علاقه به؟ كان عنده يعني خوجل كان عنده علاقه به؟ هو ما عنده علاقه لكن كان يعرف انه في زول اسمه خوجل هاشم من فناني عطبره ومفروض يلتقي به. وفي احد الايام احنا قاعدين في التلفزيون قام خوجه اللي غنى اغنيتين لواحد من الفنانين السودانيين وهو قام انتبه قام قال لي الشاب ده صوته جميل قلت له ده خوجه لهاشم قال لي يا اخي يا ريت هو خوجه اللي دي يقعد ونقوم نديه الحان وكده وبعدين يعني فرح جدا بصوته. بعد ذاك لما قام عرف انه هو في اغنيه الراكوبه وحيغنيها قال لي يا ريت تقوم تغيروها تقولوا عض الجوع لانه زول لما يكون جعان المعده عنده عضه شديده كده. من الراكوبه نسمع بيجي الزمن طبعا ان شاء الله نسمع بيجي الزمن وبدون رصيف. We'll be right back.
بيجي الزمن اليدوب نجارته نتلمى وبيجي الفرح المفطط بفداية فاطمة والدلوكة والنمى خدار عمال كم عمال خدار عمال كم عمال زفارين تشرب اللمى زغاريد تشرب اللمة أوه زغاريد تشرب اللمة بنتواصل معاكم. وأستاذ ياسر, الشعر هو عندك غاية ولا وسيلة ولا بتحب يعني بتحس بأنه هو يعني أنت مثلا كان عندك مشكلة نقول مع حبيبة
بتحس انه هو وسيله بوصل يعني كل ما تحس به؟ وعندك شنو غايه ولا وسيله؟ والله هو وسيله، هو وسيله تعبيريه بشكل غير عادي، يعني زي ما قلت لك المواضيع الحياتيه العاديه، حياه الناس. جايز واحد يكون مثلا مضايق من اي موضوع، يعني في اي منحة من مناحي الحياه يكون عنده موضوع يقوم يجي يحكي لك، يقول لك والله يا اخي حصل لي كده 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 كده. ده دي قدره على فن الحكايه. انا بقوم اقول شنو، انه الشعر هو الاعتراف الذي لا يحاكم عليه قانون، الاعتراف الوحيد ما بحاكم عليه قانون يعني. بس بيكون شنو، ما بالضروره انه يكون اي قصيده تكون ذاتيه او بتخص الزول في 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 تجربه مرت به او كده. انا ضد النظريه اللي بتقول المعاناه تولد الابداع، يعني ما كده. لكن في حاجه لا بد من انها تصاحب العمليه الابداعيه، هي الصدق الفني. يعني انا ما ممكن اجيب لي ورقه اكتب القصيده لمجرد انها تطلع قصيده. يعني في ناس بيقوم يصنع النص او يتغمص، وخصوصا النص بيجي بثلاث طرق، يا انت تحس بايحاء تلغائي منك تعبر به عن نفسك او عن موضوع مختزن يلامس المجتمع، او بطلب اسقاط. يعني واحد يجي يقوم يقول لك والله حصل لي كده 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 كده، يا اخي ما تكتب لي قصيده؟ تقوم انت تكتب القصيده. انا بعتبر القصيده دي من افشل القصائد اللي بيقوم زول يطلب منها اي مصنوعه، او قصيده يكون فيها ايحاء، زول بيحكي حكايه لزول، اثنين بيتكلموا عن موضوع انا ما اكون طرف في الموضوع، لكن اقوم اسمع الحكايه دي، اختزين الذاكره تختزينها، فجاه تقوم انت تعبر عنها. طيب استاذ عاكف، لو ذكرنا مثلا، انا اديك مثال، اغنيه سالم من شعره الذهب للاستاذ الفنان صلاح العباده اللي لحنها ود الحاوي، وقال هو في قطر بمناسبتها، من بدايه يعني غيام القطر جاه اللحن بتاعه. انت من وين بتستلهم الحانك؟ والله انا بالنسبه لي اللحن ذاته يعني، ولا بيجيك اول ما تقرا القصيده؟ ما 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 ممكن يكون ما قطر يعني، وممكن يعني في 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 حالات كثيره، انا ممكن اكون ماشي تجيني لحظه الميلاد بتاعت اللحن، لكن انا القصيده اساسا مجرد من اسمعها اساسا انا بقوم اكون فكره رؤيه لحنيه. بعد ذاك بجي الرؤيه اللحنيه دي لما تجي تبقى على ارض الواقع او التنفيذ، احيانا بعض مرات ما تتنفس لحاجات، انا ايقاع القصيده او الرؤيه ذاتها مع الهنايه ما تكون ماشيه، لكن اساسا انا بكوي الرؤيه مجرد انا ما قريت قالوا لي القصيده، بعد ده بكوي الرؤيه لحنيه. كل القصائد والله كل القصائد، يعني اي قصيده، يعني هسه انا لما اشيل قصيده ما يعني تاج السير ده بيجي يقول لي هاكدي، انا ما بشيلها منه، لكن بقول له اقرا لي، بيقرا له كم قصيده كده بقول له اديني دي. انا ما كل القصائد، ما كل القصائد، لكن اساسا رؤيه، بتكون في رؤيه لحنيه لاي قصيده. استاذ قاسم، رايك شنو في ان الشعر وسيله ولا غايه؟ الشعر كائن كبير جدا في مفهوم الفلسفي، في مفهوم الادبي، في مفهوم العلمي، لكن انا افتكر انه هو هذا النسيج الايقاعي، هذا الكائن الموسيقي اللي هو شعوريا بيتلبس، مش القائل الشاعر، لا المتلقي، وهو الاساس في العمليه الشعريه عشان تقوم، هو زول اللي بيتذوق الشعر نفسه كويس، زي السودانيين يعني. والتذوق ذاته هو مدارس واساليب وبيوتات والبيئه والثقافه والمعرفه، دي كلها هي تشكل نوع التذوق ذاته من جانب المتلقي. في نفس الوقت الشعر هو رساله انسانيه عميقه جدا، رساله انسانيه اجتماعيه ثقافيه فنيه جماليه، لكن انا لا استطيع ان افرق الشعر من مستواه الفني ومستواه الجمالي، لانه ده الاساس. هو عشان يمشي بكرعيه للمتلقي ويقوم بالاثر المقصود
الفعل المقصود يغلغل الزول الثاني ده ويفعل فيه ما يراد فعله، لا بد أن يقوم على أساسياته وعلى أعمدته وعلى أغراضه الحقيقية، يعني لا يخرج من إطاره الفني والجمالي. هنالك نظم، هنالك أخوانيات، هنالك مساجلات زي ما قاعد تحصل في شعر الدوبيت في أرض البطانة بين شعراء البطانة المشهورين جدا. هم الشعر يتم تداوله زيه زي الموية، زيه زي الأكسجين، زي الهواء. يعني أنا أبوي وتشوراني ومجموعة من الشعراء في مدينة الدامر وعكير وغيرهم وبشير وعثمان بشير وغيرهم من شعراء الدامر الكثيرين جدا، هؤلاء الخلق يتنفسون شعرا، لو ما قالوا الشعر بيموتوا بالمناسبة. الشعر من خلال حديثك الأكسجين. من خلال حديثك ذكرت مفردة الدوبيت، وأنا عرفت منك أنه خوجري بدوبي. والله لكن أنا ما قاعد أدوبي. لا هو إلا يقوم مثلا يعني في بعض المسرحيات، هو غنى لمقطوعات في مسرحيات وقام بيلغى بعض المقاطع بتاعت الشعر الغومي. يعني أنا في فترة طويلة حقيقة كنت مع أستاذ قاسم وأستاذ الفخار ديل يعني في مسرحيات، يعني لزمن طويل جدا كنت بشارك معهم في بعض النصوص المسرحية، ولكن الدوبيت ده هو قدر يعمل فيني المباراه. نخليك ما تدوبي لنا، عافيناك، تسمعنا شو؟ والله يا اخي اسمعكم يعني اغنيه من كلمات والحان الشاعر عز الدين عيسى، وهو ما موجود معانا هنا، ودارين نطلع شويه كده من قاسم وعاكف وتيسير، وده اخونا عز الدين عيسى برضه من مبدعي مدينه عبره، وحنسمع له رحال. يبقى رحال وبدون رصيف. رحال طول الزمن جوال زمان الرحيل مطال اتحقق احلام زمان الرحيل مطال اتحقق احلام خلاص كفى كرتان وارمي عصا الترحال خلاص كفى كرتان امي عصت الحال طولت في اسفار تعبت من السير طولت في اسفار تعبت من السير لا امان ولا استقرار جديد ولا تغيير لا امان ولا استقرار جديد ولا كل ليلة عدت صباح كل يوم مرتخي كل ليلة عدت صباح كل يوم مرتخي
طولت في أسفل لعبت من السير طولت في أسفل لعبت من السير لا أمان ولا استقرار لا جديد ولا تغيير لا أمان ولا استقرار ولا تغيير كل ليل عفو صباح كل يوم مرتخير كل ليل عفو صباح كل يوم مرتخير زمان لنتين يلجاك يكون رجيل أيام تمر سنين محسوب ضياع عليك أيام تمر سنين محسوب ضياع عليك أيام تمر سنين محسوب ضياع من العمر أرى ما ظن تاني يجي زمان لمتين يلجاك يكون رجيل أيام طمر سنين محسوب ضياع عليك أيام طمر سنين محسوب ضياع عليك ومن العمر أرياح ما ظن تاني يجي من العمر أرياح ما ظن تاني يجي رحال طول الزمن جوال زمن الرحيل مطال ما تحققت أحلام ممكن تكون رحال طول الزمن جوال زمن الرحيل مطال ما تحققت أحلام خلاص كفاك ارتاح ارمي عصا الترحال
خلاص كفا كرتاح وارمي عصاك في الحال. بدون رصيف بنتواصل معاكم. أستاذ قاسم، مرقد حسي ما زي بكرة؟ مرقد حسي ما زي بكرة، ما تتمسي يا المدخورة للأيام. مرقد حسي ما زي بكرة، ما تتمسي يا المدخورة للأيام. نخاف عليك لو شبح الظلام طلة. ومرقد حسي ما زي بكرة، ما تتمسي إلا القمراء والنجمات يمرق نضاف يقعدا في صقيع طلة. وتمشي مع البنات مسرورة، جفاف الصحراء ما تخليه وأمشي عليه. مطرق بوراك صبابي وبيسراك لافسة توب ربط منه الخصر ملة. ما تدلي خليك فوق، ما تدلي خليك فوق. ولو صدقت منازل الشوف عليه عينة خريف اللغية ما جلة. ما تدعلي ما تدلي المنسرحة بين الأرض والسماوات ويا زينة قمر طلة. حدودك يا السميحة مطوق ما بين التراب والصحر والغابات يا دغرية. بين قلبي ومداخل الشوق مطر الشمس لو بلة. ما في فراق ما في فراق، خلينا الأمور للبيننا والجايات درية. ومرقت هسي ما زي بكرة، ما تتمسي البيناتنا دلوكة وصرد عين وألفية وبنياتنا مرقوعة وكجورية وصهي النقارة صقرية وليداتنا. بيتنا الجاي ما لين احنا، بيتنا الجاي ما لين احنا، للجايين من الصحراء ومن الأرحام، من الغابة والأصقاع والأقلام، من لما تنفر سمحين على الأحلام. البيناتنا أقوى من الدواس والضجة وأكبر من كلامك.